تواصل وحدة العناية المركزة الميدانية في المستشفى العسكري تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا وفق أعلى المعايير وبأفضل التجهيزات الطبية. ويأتي عمل الوحدة في إطار مساهمة الخدمات الطبية الملكية في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. وحدة عناية المركزة الميدانية في المستشفى العسكري تم إنشائها بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ومعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ومعالي اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد خدمات الطبية الملكية في البحرين. كجزء من جهود المستشفى العسكري في علاج مرضى الكورونا وفي هذه الجائحة. الحلو في الإنجاز أنه تم إنشاء هذا المركز وتحويل المكان مثل ما تشوف هنا من مواقف للسيارات إلى مستشفى ومركز عناية مركزة كامل في غضون 7 أيام فقط. عندنا السعة الاستيعابية للمكان 130 سرير عندنا. مجهز بكامل تجهيزات العناية المركزة من أجهزة تنفس وأجهزة ملاحظة وأجهزة أكمو هي تعتبر كبديل للرئة هو أجهزة تضخ الأكسجين في الدم تعتبر أكثر شكل من أشكال دعم المرضى. غير الأجهزة عندنا طاقم طبي متكامل عندنا تم توفير طاقم طبي متكامل من أطباء وممرضين وأخصائيين علاج تنفسي وغيرهم من وظائف صحية ثانية لتغطية العدد الكبير المرضى الموجود عندنا. تم تدريب هذا الطاقم الطبي في دورات مكثفة قيمت في مركز ولي العهد للتدريب لتجهيزهم للتعامل مع الحالات المتوقعة الأجهزة الموجودة. شهر أبريل 2020 افتتحت وحدة عناية المركز الميدانية ومن ذاك الوقت في 23 أبريل تم استقبال أول مريض ومن ذاك الوقت لحد الحين تم استقبال أكثر من 2500 مريض من الحالات الحرجة والشديدة في هذا المركز ويتم استقبال المرضى وتحويلهم إلى وحدة العناية المركزة عندنا عن طريق غرفة العمليات. غرفة العمليات يتم تعاون تواصل معنا وتحويل المرضى اللي يحتاجون عناية مركزة بناء على عوامل حيوية واحتياجهم على الأكسجين ويكون التحويل من مراكز الطوارئ أو مراكز العلاجية الأخرى في حالة تدهور حالة مريض أو زيادة احتياجه للأكسجين.